قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وهم المحرقون للمؤمنين. والأخدود شق يشق في الأرض، والجمع أخاديد، وهؤلاء قوم من الكفار خدوا أخدودا في الأرض وسجروه نارا وعرضوا المؤمنين عليها، فمن رجع عن الإسلام تركوه، ومن أصر على الإيمان أحرقوه. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، حول النار التي ألقوا فيها المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حضور يتفرجون على التعذيب، يرونهم والنار تشويهم وتأكلهم تلتهمهم. وكان الملك وأصحابه جلوسا على الكراسي عند الأخدود يعرضون الكفر على المؤمنين، فمن أبى ألقوه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكروا عليهم إلا لإيمانهم بالله العزيز، أي الغالب الحميد المحمود على كل حال.